عاد تعال يجيب لنا فقط الجائزه تاع باش نسلموها لهم تاع العمراء ان شاء الله يعطيها لنا الان باش نسلموها لهم. واحده يعطيها ابراهيم الفاتح والاخرى يسلمها لازم. مشكور ايضا لازم على الدعوه. مشكور شكرا. هما ان شاء الله راح عن قريب راح تروحوا. احنا اليوم راح نقوموا بالامور الاداريه تاع تفضل بسم الله عمي عبد القادر. عمي عبد القادر بالبركة ودعينا بالخير إن شاء الله, لينا والجزائريين أجمعين والأمة المسلمة وربي يوفقك إن شاء الله. هذه تكريمة إن شاء الله. شكرا ربي يجازيك ربي يجازيك شكرا. وإن شاء الله وش نقولوا للناس اللي ما ربحتش معنا هذا العام. تفضل أستاذ. هارد لك والعام الجاي ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. ان شاء الله القادم اكبر وباعداد اكبر ان شاء الله. تفضل سي ابراهيم ايضا باش نشرحوا سي فاتح. ان شاء الله الهديه من طرف مجمع بلاط سي الاخ فاتح. تفضل خويا بارك الله فيكم ومبروك عليك ان شاء الله. يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك. وعمره مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله عمره مقبوله وتروحوا وتعاودوا تولوا. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. سي ابراهيم هي فرصه اكيد جميله انه تلاقينا في هذه القعده الجميله. بحلول عيد الفطر المبارك مجمع زير تيوب يتمنى لكم عيد مبارك سعيد. زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.